يا مساء الخير على كل اللي بيتابعونا في كل مكان، اهلا بيكم. حلقه جديده من برنامج موضوع مهم. فقرتنا النهارده فقره مميزه جدا تهم كل الستات والبنات. بشرتك هي مرايه صحتك، فلو اهتميتي بصحتك واهتميتي بغذائك المظبوط، اكل خضروات كتير، نبعد عن الفاست فود، شربنا ميه بكميات كبيره على مدار اليوم، نمنا كويس، صحتنا هتبقى كويسه وهينعكس على بشرتنا. ولكن لو اهملنا صحتنا، الضحيه الاولى للاسف هتكون بشرتنا. هنتكلم النهارده في فقرتنا عن كل ما يخص البشره مع ضيفتنا المميزه النهارده اللي مشرفونا في الاستوديو. بس الاول خلوني ارحب بزميلتي رانيا. مساء الخير عليكي يا رانيا. مساء الخير عليك يا بسام، ومساء الخير على كل اللي بيشوفونا. بالفعل حلقه النهارده مهمه جدا وممتعه جدا جدا، وتهم كل البنات وكل الستات. احنا النهارده هنتكلم عن البشره، بما اننا طبعا في قناه الصحه والجمال، فكان لازم نتكلم عن البشره وعن الجمال وازاي نقدر نعالج بشرتنا وازاي نقدر نهتم بيها. علشان كده كان لازم يكون معانا النهارده ضيفتنا العزيزه اخصائيه التجميل والتغذيه العلاجيه دكتوره ايه الرمادي. اهلا بيك يا دكتور. مساء الخير يا رانيا. مساء الخير يا ابتسام. مساء الخير حبيبتي. طيب يا دكتور، علشان نبدأ سريعا ونلحق وقت الحلقة وخلينا نفيد الناس أكتر، خلينا نبدأ بالسؤال عن الستريتش ماركس. إيه هي علامات التمدد أو الستريتش ماركس؟ الستريتش مارك أولا ليها أماكن معينة تظهر فيها. عندنا هنا الدراع من هنا كده، عندنا الركبة من قدام ومن ورا، عندنا أسفل الظهر والبطن، دي أكتر أماكن بتظهر فيها الستريتش مارك. طيب يا دكتور، هي ايه اسبابها؟ الستريتش مارك بتيجي نتيجه ان انا واحد كنت مثلا رفيع وتخنت بسرعه في مده صغيره وتخنت اوفر ويت، او ان انا كنت تخين قوي وبعدين خسيت بسرعه برضو وخسيت عن المعدل الطبيعي بتاعي، او ان انا كمان واحده الستات الحوامل في الفتره الاخيره بالحمل اكتر علامات تمدد بتبقى في البطن وفي الجناب. تمام يا دكتور. طيب هل طبعا بما ان الوقايه خير من العلاج طبعا، يعني فهل في طرق ان احنا نقدر نتقي الستريتش مارك او انها ما تجيلناش؟ نتقيها ان احنا نشرب ميه كتير، ان احنا نلعب رياضه على طول، حتى لو هنمشي كل يوم ساعه دي حاجه تبقى لايف ستايل بالنسبه لنا، ان احنا نعمل ترطيب لجسمنا على طول، ان الميه والترطيب والرياضه، نلعب ستريتشنج اكسرسايز، الحاجات دي كلها مهمه جدا ان انا اتجنبها، مع ان هي كده كده هتحصل برضو بس اتجنبها او اقلل حدوثها. طيب هي بما انها كده كده هتحصل، فهل ايه هي بقى طرق العلاج اللي نقدر نعالج بيها الستريتش مارك؟ في حاجات كتير، في اجهزه طالعه حديثه ان احنا نعالج بيها الستريتش مارك، وفي وصفات طبيعيه. خلينا نتكلم عن الاجهزه. عندنا الديرما بين والديرما رولر طالعين حلوين جدا وبيعملوا شغل حلو جدا جدا مع الستريتش مارك. عندنا الكربوكسي. الكربوكسي ده عباره عن حقن بحقن تحت الجلد، مش ديب مش جوه، لا يا دوبك هنا كده بحقن بماده اسمها ثاني اكسيد الكربون. فانا اصلا ده غاز مضر، انا لما بتنفس اكسجين وبطلع ثاني اكسيد الكربون. لما بحقن الجسم بالغاز المضر ده بيتبعت اشارات للمخ كتير ان في هنا غاز مضر، فيقوم الجسم باعت اكسجين هنا فيجدد الخلايا بتاعه يعني البشره وينشط الدوره الدمويه فيها. عندنا الهايفو. الهايفو حلو جدا جدا وكويس ان هو برده بيزود لي النضاره بتاعه الجسم وبيشد الجسم. الوصفات الطبيعيه عندنا ممكن ان انا اجيب لبن دافي واجيب بوله لبن كده ابتسام واحطها واحط فيها فوطه، ولو مثلا عندنا في البطن احطها على البطن لمده نص ساعه كل يوم، احس النتيجه حلوه. بالظبط. اجيب التفل بتاع البن واجيب معلقه ونص زيت زيتون واحطهم مع بعض كده بحيث ان هو يبقى جوسي، واحطهم برده على المكان والفه بستريتش كل يوم نص ساعه او ساعه. تماما بعد لو نتيجه 60 ل 70% بالنسبه للستريتش مارك لحد دلوقتي ما ظهرلهاش حاجه تخليها تخف 100% خالص. بس لو 60 70% النتيجه مرضيه بالنسبه لنا. يعني تمام. نيجي بقى لاكبر مشكله مؤرقه عند الشباب، حب الشباب. تمام. من المعروف ان حب الشباب بيجي للمراهقين والمراهقات من سن 12 سنه اب تو 25. اوكي. جه بقى العلم قال لك لا، يعني ممكن يمتد معانا لحد 35 و40 سنه، يعني يبقى حد عنده 30 و40 سنه وعنده حب الشباب ممكن تظهر. فطب لو جه لك بقى حد عمره ما جاله حبايه شباب واحده طول عمره، وفجاه كده ينفع تطلع له بعد العمر ده على كبر كده يطلع له حب شباب؟ لخبطه هرمونات، لخبطه اكل، وبالذات الست برده من 35 ل 40 اللي هو السن اللي هو سن الياس بتبقى بدات تدخل عليه، فده بيخليها متوتره على طول، بتفكر على طول، اوفر سينجنج على طول، بيغير الهرمونات بتاعه جسمها، ممكن تطلع لها حبايه ولا اتنين. ده غير بلس ان الستات برده في عندنا الحبايه اللي بتطلع لنا كل شويه كلنا عارفينها تبقى تبع الهرمونات. كلنا طلع يعني
الحب الشباب بيفضل ممتد معاهم لحد السن ده ولا ممكن يختفي ويطلع تاني؟ ممكن يختفي، ممكن يطلع، ده كله بسبب الهرمونات وطرق الاكل الصحيه. يعني تبقى يبعدوا خالص عن الاكل اللي فيه دهون، اللي هو الفاست فود والجانك فود، الحاجات دي لازم يبعدوا عنها. الشوكولا. جدا لازم تتبعد عنها، ياكلوا الدهون الطبيعيه في المكسرات في الحاجات دي كلها، ياكلوا حاجات طبيعيه، انما شيبسي وبيبسي وشوكولاته ومش عارف يعني ايه. انا عمري ما يطلع لي حب شباب، ممكن يطلع لي ممكن تطلع لك حبايه ولا اثنين. انا 35 و40 انا لسه 18 ونص يعني ممكن يطلع. لا دي حاجه مؤرقه فعلا. هو حقيقي يا ابتسام يا بختك. بالنسبه بقى تاتشوت بقى مش كلاسز يا ودي. بالنسبه بقى يا دكتوره ايه لحبات المناسبات؟ اللي هو بتطلع اللي هو انا عندي هوا بكره، قمت الصبح بصيت في المرايه حبات طالعه لي كده في مكان مش هيتدارى، واحده فرحها خلاص بعد يوم ولا يومين لقيت حبات المناسبات طلعت. لا وبتبقى في مكان واضحه وكبيره. ايه بقى مش صغيره؟ بصي دي كمان بتبقى برده بسبب التوتر، بسبب ان المعده من جوه مش نظيفه. اشرب مشروبات تنظف لي المعده، ممكن اجيب بقدونس، البقدونس واغليه واشربه حلو جدا، اجيب الجنزبيل واغليه واشربه بيبقى حلو جدا بينظف لي المعده. الحبايه بقى بالنسبه لها لا اشربه عشان ينظف لي المعده، لان برده الحبوب بتظهر. احنا لسه بنقول في حاجات في المعده بالظبط. فممكن للحبايه ممكن اجيب مثلا في حاجه اسمها اكرين. اكرين ده بيتحط بالليل مفيش ضوء خالص، مفيش حتى ضوء موبايل، احطه وانام على طول. اصحى الصبح احس ان الحبايه نشفت خالص، يعتبر ده اكتر حاجه افكتيف في الموضوع ده. اللي بيقول لك بقى حطي تومه وحطيها ومش عارف ايه، الحاجات دي بتزود الالتهابات جدا. حطي معجون سنان بيزودوا الالتهابات جدا، مش بيخففوها وبيسيبوا علامات كمان. طيب يا دكتور خلينا نقول ان معظم البنات او معظم الشباب عموما عندهم مشاكل في البشره، ففي تقنيات طلعت جديده حاليا لمعالجه البشره، من ضمن التقنيات دي البلازما. ايه هي البلازما؟ البلازما ان انا بسحب دم من المريض، مش هقوله مريض، هقول كلاينت يعني هو مش جاي تعبان. بسحب منه دم، بيبقى موجود فيها كرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء والبليتليت اللي هي الصفائح الدمويه، كل دول عايمين في سائل البلازما. انا بقى باخدهم بحطهم في جهاز اسمه سنتر فيوجن اللي هو جهاز الطرد المركزي. الجهاز ده بيفصلها لي، باخدها بيرمي لي الحاجات الثانيه، بيخليها لي مترسبه تحت، وباخد البلازما وبحقن بيها. يعني هو بيفصل البلازما عن باقي الكرات الموجوده كده في الدم. بالظبط. تمام. طيب يا دكتور هل في حاجات ممكن نعملها قبل الجلسه بتاعه البلازما، يعني احتياطات او اجراءات متبعه؟ اهم حاجه ان احنا برضو نقلل تعرض للشمس على قد ما نقدر. اهم حاجه ان احنا ما نحطش ميك اب كتير قبل الجلسه وبعد الجلسه، ما نحطش حاجه كيميكال قبل الجلسه وبعد الجلسه، اقللهم برضو. ان انا تعرض للشمس اقلله على قد ما اقدر، اشرب ميه كتير، الادويه اللي بيبقى فيها سيوله او الادويه اللي هي انتي انالجيسك او انتي انفلاماتوري مضاد التهابات او مضاد اللي هي حاجه مسكنه، اقللهم على قد ما اقدر قبل الجلسه او بعد الجلسه. طيب يا دكتور ايه هي استخدامات البلازما اصلا؟ البلازما بتستخدم في حاجات كتير، بتستخدم في النضاره بتاعه البشره، في التجاعيد بتاعه البشره، توحيد لون البشره. مؤلمه يا دكتوره؟ البن بس بتاعها حقنه انسولين صغيره خالص تقريبا لا تذكر كده يعني. ضحكوا عليا وقالوا لي لا لا تحطي يعني قبلها كده كده بتحطي حاجه انالجيسك علشان لما تيجي تحقني ما تحسيش بالحقن بتاعك. كمان بتورد لك الشفايف، الشفايف لو هتحقني فيها يعني، بس ليها حاجات كويسه جدا. طب وبالنسبه للشعر؟ بتستخدم في الشعر بس في الشعر هي مش البيزك بتاعنا. هنعتبر ان الفروه بتاع الشعر دي الارض الخصبه اللي احنا بنعمل فيها، بتحتاج سماد وبتحتاج حبوب. السماد اللي هو البلازما اللي انا هحط فيها علشان لما اجي احط الحبوب الدنيا تطلع معايا. الحبوب دي ليها الميزوسيرابي والخلايا الجذعيه بقى. تمام. طيب هل في اثار جانبيه بقى للحقن البلازما او كده؟ البلازما ملهاش اثار جانبيه لان هي حاجه طبيعيه جدا، بس ممكن مثلا مكان ما انا هحقن البن ممكن يبقى فيه احمرار، ممكن يبقى فيه انتفاخ. ده مثلا من يوم ليومين والدنيا بتدي، بحط مضاد حيوي، اي انتي بايوتيك موجوده عندي. ما تتعرضش بقى للشمس، ما تفضلش ولا شمس ولا غسول يعني ولا اي حاجه كيميكال، تتحط ميه فتره بس. ويعني لو حصل احمرار او اي تهيج في البشره او كده هو مضاد حيوي وخلاص. مضاد حيوي هيهدي الدنيا جدا. تمام يا دكتور. بالنسبه بقى لانواع البشره، احنا عارفين ان انواع البشره كثيره قوي، انا كواحده عاديه مش متخصصه في تجميل ولا جلديه، اعرف ازاي نوع بشرتي وازاي اتعامل معاها؟ طب وكمان احنا داخلين على الصيف، البشرات كلها هتتبهدل طبعا، خصوصا الدهنيه. كلنا دهنيه، معظم الشعب المصري دهنيه. احنا بشره دهنيه دلوقتي، ده وقت ازدهارها في فصل الشتاء. بالظبط. عندنا كذا نوع، عندنا البشره الدهنيه، عندنا البشره الجافه، وعندنا البشره العاديه. دول الثلاثه دول ستاندرد موجود، في تحتهم كذا حاجه ثانيه بس خلينا نتكلم عن الثلاثه الرئيسيين الاول. البشره الدهنيه دي تحسي ان يقول لك يا دكتور انا وشي بيلمع، انا ماشي حاسس ان في سمنه محطوطه على وشي، ده بيبقى بشره دهنيه من كتر افراز الدهون بتطلع موجوده عنده. ليها عيوب وليها مميزات. طب هو ده ليه علاقه بالاكل الدهني ولا بيزوده؟
يعني طبعاً. حتى لو انا بشرتي دهنيه واكلت الاكل ده، اكلت شيبسي، اكلت جينات حاجه اعتقد جينات، مع ان هي برضو الاكل هيزود الحاجه اكتر. تمام. بتبقى اكتر بشره معرضه للحبوب، اكتر بشره معرضه للمسام الواسعه، اكتر بشره الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء معرضه ليهم جدا. بس ليها ميزه ان هي التجاعيد بتاعها بتقل، ما بتظهرش على طول. طب في ميزه اهو الحمد لله. عندنا البشره الجافه دي برضو ما فيش فيها مميزات كتير. في الشتاء بقى دكتوره والبشره الجافه يعني معاناه، اعملوا ايه بقى عشان يرطبوا بشرتهم؟ اشربوا ميه كتير، بنسينول، زبده الشيا، الحاجات دي كلها كويسه جدا في الترطيب بتاعها. برضو ما يحطوش مواد التهابات كتير، ما يجهدوش البشره علشان اي حكه فيها هتخليها تلتهب وتحمر معاهم. بشره عاديه دي زي ما بيقولوا كده اللي ربنا راضي عنهم، دول بيبقى توزيع الدهون في جسمهم متساوي جدا، فبتبقى الدنيا عندهم كويسه. المختلطه بقى اللي بتبقى شبه التي شيب، اللي هي الحته دي كده والحته دي اللي الدهنيه، انما الباقي دوت بيبقى الدنيا جافه فيها، دي برده بتبقى تتعامل معامله الدهنيه شويه. والبشره الحساسه الدهنيه والجافه الدهنيه، دول الاثنين الحساسه الجافه وفي حساسه دهنيه، برضو دول نخلي بالنا منهم لانهم بيلتهبوا بسرعه جدا. استمتعنا معاكي جدا، الوقت قليل، عايزين نتكلم كتير، افدتينا فعلا. ان شاء الله نتقابل في حلقات جايه. ميرسي جدا. طبعا ما فيش كلام عن البشره، محتاج حلقات وحلقات ان شاء الله. لم يخلق القبح لحواء ابدا، فكل فتاه لها جمالها الخاص. كلنا حلوين وكلنا جمال، هي مشاكل البشره بس بنحتاج ان احنا نعالجها ونهتم بيها. استمتعنا معاكي جدا يا دكتور. استمتعت معاكي يا ابتسام. انتظروا الفقره الجايه ان شاء الله مع زمايلنا اسماء وعبد الله.